نجي للسؤال الثامن. The internal and external diameters of an outward flow reaction turbine are Helgen and Helgen respectively. The turbine is running at Helgen اللي هو ال N. والريت فلو منطيني ال Q هالقد ومنطيني قايل لي the width of the runner is constant at inlet and outlet اللي هي ال B متساويات. منطيني هاي القيمة مالتها. The head on the turbine is هالقد اللي هي ال H. اهمل الثيكنس مالت البليد واخذ الديسشارج يمثل راديال ات اوتلت يعني الالفا 2 مقدارها 90 يعني معناها الفي 2 تساوي الفي ان 2. ديترمن ذا بليد انجل ات انلت اند اوتلت يعني بيتا 1 وبيتا 2 ويريد الفيلوسيتي اوف فلو ات انلت اند اوتلت اللي هي السرعه يريدها من يمين. هسه هنا انا هذا السؤال راح اخلي هذا الجواب قبالك. شنو الاشياء اللي راح نكون نسويها؟ اولا هو طالب ذني، هاي طبعا البيتا 1 والبيتا 2 قوانينهن موجوده بالدفتر مباشره، القانون شيله من الدفتر لزقه هنا هاي القوانين. زين وراها شنو شي يراد لك؟ يراد لك في تي 1، مين راح تكون تدبر له انت الفي تي 1؟ ويراد لك الفي ان. انت بالبدايه منطق الانات راح تطلع اكيدها عن طريق اليوات، راح تشيلها تحطها هنا لان هاي عندك اليو 1 وعندك هاي اليو 2 راح تحتاجها. نجي للشغله الاخ، يراد لك الفي ان ويراد لك الفي تي. الفي ان مين دائما تطلع من قوانين الكيو، يعني هسه انا ايش كم في عندي؟ عندي في ان وعندي في ار وعندي في 2 وعندي في. الفي ان دائما من قوانين الكيو. الفي شو اسمه الفي تي تطلع من القوانين، ممكن من الزوايا من ذني الامور هاي تطلع من يمها، والفي ار هم نفس السالفه. والفي ار هم ممكن تستخرج من قوانين الكيو. هاي الفيات الموجودات، اما الفي فممكن تقول له تحت الجذر ترابيع يعني، وهذا موجود القانون بالدفتر. زين عندك شنو تريد انت الفي تي؟ تريد الفي تي 1، مين راح تكون تجيب الهيا؟ عندك معادله الطاقه راح تكون تكتبها هاي. هسه عندك هاي المعادله اللي هي تمثل معادله رقم 1، يعني هسه شنو انت بالبدايه عيد الحال حتى تخاف صارت خربطه، طلعت يو 1 طلعت يو 2 باعتبار منطق الانات، وراها طلع له في ان 1 طلع له في ان 2 سرع كلهن تطلعهن عن طريق قوانين الكيو خلصت من يمها. هسه شنو نجي للفي تيات، تريد تطلع الفي تي، في تي مين تجيب الهيا؟ عندك هاي ال H theoretical بس ما عندك كل شيء معلوم بها، فلازم تدبر له معادله لجهه اليسار. معادله ال H theoretical من جهه اليسار مين يجيبها؟ اكيد من معادله الطاقه مال معادله برنولي اللي هي هاي P1 على جاما زائد V1 تربيع على 2G زائد Z1 تساوي P2 على جاما زائد V2 تربيع على 2G زائد Z2 زائد ال H turbine زائد ال H losses. ال H losses تحذف لانها مذكوره بالسؤال فتهمل هنا عندي، تبقى لي ال H turbine. هاي عندي راح تكون تتصفر بما انه هو من منطقه قبل يدخل التوربين او المنطقه بالبدايه مال الدخول تكون صفر معرض للضغط الجوي، والخروج هم نفس السالفه راح تكون تتصفر. هاي السرعه راح تكون تروح، تبقى لي هاي السرعه. هاي تروح باعتبار انه هو بطيء يصير بالبدايه كلش فتهمل السرعه مالته. زت 1 والزت 2 اذا اقول له زت 2 ناقصا زت 1 راح اسميها برمز الاتش. هاي هنا انا هسه صار عندي رمز اتش. و V2 تربيع على ال 2G راح احولها للجهه الثانيه، فش تصير؟ تصير يعني او ال H احولها من ناقص دي، تصير V2 تربيع على 2G، يعني معناها V2 تربيع على 2G ناقصا ال H تساوي ال H توربين. هذا الملخص الصفاري من المعادله، انت من تسويها بايدك راح تفهمني، خاف تكون دخت هنا شلون صارت، بس احذف مجرد الامور وانت سويها المعادله بايدك، تساوي هاي ال H توربين. هاي ال H توربين شنو؟ ماكو لوسز، اذا هي مثاليه، اذا هي ثيوريتيكال، يعني معناها صارت عندي معادله للثيوريتيكال هاي اللي هي هاي، وبنفس الوقت اني عندي قانون بالدفتر مال الاف ثيوريتيكال اللي هو هذا. من اساويهن اضرب طرفين بوسطين عن طريق اني هاي، وقايل لي انه الديسشارج راديال اذا الفي 2 تساوي يعني منطقه الخروج، فالفي 2 تساوي في ان 2، وعندي هاي القيمه مالتها الموجوده اللي هي ما جبتها من هاي الفي ان 2، صارت لي معادله 2، اعوض 2 بواحد طلعت لي السرعه الموجوده، طلعت الفي تي 1، اشيل الفي تي 1 اطلع عن طريقها بيتا 1، وراها اطلع من القانون مالت البيتا 2 تطلع البيتا 2، عندي في ان 2 هاي اللي هي هاي الموجوده او اللي هي نفسها هاي، واليو 2 اني اطلعها من فوق. ملخص السؤال طلع السرعه كلها عن طريق القوانين مال الدفتر، شيلها وعوضها جوا، وراها شنو؟ طلع عن طريق معادله الاتش اكتوال واحده من السرعه الموجودات، اتش ثيوريتيكال واحده من السرعه الموجودات، لان يعني بس من يمها راح تكون تطلع.